تجتاح أسواق مدن وادي حضرموت كسيئون وتريم موجة من الارتفاع الشديد لأسعار المستلزمات العيدية. ومع موجة الغلاء التي تضرب الأسواق، لم تستطع أغلب الأسر توفير احتياجات أطفالها في ظل الحالة الاقتصادية المتردية وانخفاض العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مع بقاء الأسعار على حالها. دحين البدلة كاملة 22,000، لكن اشتريها حق الطفل 9,000، 15,000، حق الشباب 20,000. الأسعار هذه ما تخارجنا ولا تخارج أي مواطن بهذا الشكل، يعني ارتفاع مرة. الشميز المصدرة هذه تكون ب 4,000 ب 5,000 ريال، ما حد عنده، بعض المواطن ما يملك قيمة مصدرة واحد. الحال لم يختلف كثيرا لدى الطرف الآخر، حيث يشتكي أصحاب المحلات الذين لم يستطيعوا تلبية احتياجات السوق بالجديد من الموديلات حد قولهم، خصوصا هذا العام، مما اضطر بعضهم لبيع مخزونهم من الأعوام السابقة. ارتفاع أنا أعتقد 40% أو 50% عن كل سنة، يعني الدرجة اللي كنا نأخذه يعني العام 24-28 هاي سنة تحصل ب 33-38,000. والله الزبائن يجي يقول لك بعضه غالي يعني سعره مرتفع، ولكنه قدو يعني خلاص قدو عارف انه في سعر، انه في غلاء. يعني الغريب هذا العام انه لا توجد ملابس اطفال، وهو الامر الذي يشكل عبء كبير على الاسر الان في وادي حضرموت وفي المناطق الاخرى، لانه الاطفال مستحكرينها بعض التجار وتكون باسعار باهظه جدا، حتى وصل سعر الفوطه ايضا والمعوز باسعار خياليه جدا تتجاوز ال 80,000 وال 100,000. وعلى الرغم من توفر البضائع من الأعوام السابقة، إلا أنها تواكب الأسعار الجديدة كأغلب الأشياء، إذ تشهد ارتفاعاً ملحوظاً كالوقود والسلع الأساسية، فضلاً عن غياب الرقابة في الأسواق، كما يرى البعض أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب الدور الرقابي للحكومة التي لم تضع حداً لتلاعب التجار. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون، حضرموت.